هيلو هيلو البنات، مرحبا بكم فيديو جديد في القناة ديالي صفاء بيوتي. دونك هذا الفيديو هذا غادي ندير فيه واحد الكارثة اللي صراحة بزاف منكم غيقولوا لي صفاء راكي عيقتي. صراحة واخا دازت عليا ما نعاودش لكم، ففهاد الفيديو هذا بغيت انني نصبغ شعري. علاش؟ لان فريمون شعري مغلوق بزاف بزاف، فهمتوما؟ ولكن من هنا ما مغلوقش، من هنا مغلوق بزاف. دونك بغيت انني نفتح غير شي شويه شعري، ما بغيتش نفتح ديك البوك، فهمتي؟ ديك البوك كاع هي اللي خرجت لي على شعري ديك الخطره. دونك بغيت نفتح بلي دوغري، يعني الدرجه الاولى الدرجه الثانيه الدرجه الثالثه، وهي غاده. بالنسبه للصباغ اللي كنستخدم غادي نبارطاجيها معكم هنا، ولي ديما تنبارطاجي معكم، ماشي كولابوراسيون كما كنلقى في لي كومونتير. صافا انت دايره خدمه معاهم وجايه تقول لنا لا، ماشي كولابوراسيون. ثاني حاجه اللي بغيت نقول لكم انايا، اللي هي ديجا قبل من العرس ديالي صبغت شعري جوج مرات، يعني مور ديك الكارثه اللي كانت وقعت. فالناس جداد ما غتكونوش عارفين شنو هي الكارثه اللي كانت وقعت ليا. الكارثه اللي كانت وقعت ليا انا شعري كان كيتقرد، دونك هادشي كامل شفتو، هادشي هادشي اللي دابا وصل لي لهنا راه كان هكا، كان حد هكا، وهادشي دابا اللي وصل لي لهنا راه كان قد هذا. دابا راهم الحمد لله، شوفوا راهم دونك دابا راهم طوالو. تخيلوا كانت دازت عليا من جهه الصباغه، انا كنت مولفه كنصبغ في الدار، ما كيوقع لي حتى شي مشكل. كنصبغ كندير داك اشنو سميتو، كندير الصبايغ. تخيلوا اليوم ندير الحمر، غدا ندير الكحل، ومن الكحل نقدر ندير الزعر وما تيوقع لي والو في شعري. وكنت كندير زعما كارثه في شعري. الاكسجين، تخيلوا داك الاكسجين ديال 5 دراهم كنت ديما دايره في شعري انايا، وكنت كنخلطو مع الصبايغ الى اخره. ولكن نهار اللي مشيت صيبت عند واحد الكوافوره، من تما وشعري مشى فيها، لان شعري كان ممنوع اللي ما تتفتحش. الصراحه ما كنلومهاش هي ولا لا، شعري كان ممنوع اللي ما كيتفتحش دغيا. وموراها كتمشي عند كوافور واحد اخر باش زعما يقاد ليا، هو مسكين قال لي اجي ندير لك الميال، قال لي اجي صافا دير لي الميال هو اللي يجيك في وجهك يعني معسل. جينا قلت له لا، انا في الطياره قلت له لا، انا ما بغيتش عسلي، انا بغيت الزهر. ايه على راسي وما داز عليا. المهم ماشي مشكل، داكشي باس. اللي بغيتو الا بغيتو تفرجوا في لي ديتاي على هادشي، راه ديجا حاطه لكم فيديو لتحت قلبوا عليه في القناه، غادي تلقاو فيديو فيه شعري زعر قبل وبعد، وشعري زعر والمعاناه اللي عانيت، وكيفاش صوفيت شعري، وكيفاش قديتو بحال هكا، وبزاف ديال الحوايج، بزاف ديال زيتاب دزت منهم انايا. ما تنساوش انكم تدخلوا تفرجوا فيه. حاجه واحده اخرى اللي بغيت نقول لكم، قريب قريب ان شاء الله ابار الشعر غادي ندير لكم كيفاش كنعتني بالبشره ديالي. انا بزاف منكم اللي كيسولوني في الانستغرام، هكا الناس كيتلاقاوني هكا صدفه. دابا انا شنو دايره؟ دايره عكار، دايره عكار وصافي، اللي هو هذا ديال دوان ديال اوريفلام، هذا شراتو ليا خالتي. دونك دايره غير عكار، ما دايره حتى شي حاجه في وجهي، قسما بالله الناس ما دايره شي حاجه في وجهي، ما دايره والو في وجهي، لا فون دو تان، لا هايلايتر، لا حتى شي حاجه الحمد لله وتبارك الله. فالحاجه اللي بغيت نقول لكم، قريب ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم اشنو تنستخدم لوجهي، لا من ناحيه الزيوت ولا لي ماسك ولا لي كوماج ولا لي جيل نيتوايون ولا الطريقه كيفاش كنعتني بوجهي. فغادي نبارطاجي معكم كلشي ان شاء الله. قبل ما نطول عليكم، تنهضر بزاف في المقدمه لانني في التالي ما غنبقاش نهضر، علاش كنهضر معكم في المقدمه بزاف. فالحاجه واو والله حتى عجبني راسي بحال هكا، نجي زوينه والله، جيت بحال دوك القرايات والله جيت زوينه. شتي ماما كنت تولدني بحال هكا كون خرجت لك القرايه اللي من ديالك. المهم كما قلت لكم، كما قلت لكم دابا غادي ندوزو باش نبارطاجي معكم الصباغه وداكشي داكشي داكشي. بالنسبه للصباغه، خويا هو اللي جاب لي هاد الصباغه هادي، لا ريفيرونس ديالها 5 بني فاتح. علاش؟ لان خويا كوافور وقال لي ما تفتحيش شعرك اقطع، فهمتي؟ يعني سيري بلي دوغري. ثاني حاجه بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو عند خويا الصالون، ما تنساوش انكم تدخلوا الانستغرام، غتلقاو كلكو شوز هضر عليه، سينو دخلوا عندي لي ميساج وقولوا لي صافا انا عتينا فين كاين الصالون دخوك، راه كنكون انا عنده تما الا بغيتو نتلاقاو مع بعضياتنا. البنات اللي كيبغيو يديروا بروشينغ بابيليز ميك اب، انا اللي كنصوب الماكياج عند خويا. دونك اي وحده بغات شي حاجه تخليها لي في لي كومونتير هنا، ولا دوز عندي الانستغرام باش تاخذ لو رونديفو ديالها. دونك هذا مكان كنهضر على بنات فاس، على بنات فاس.
إذا كانت شي وحدة أخرى وبغا تجي مرحبا بيها على راسي. المهم بالنسبة لهاد الصباغة هادي اللي كنستخدم أنا عادة ديال كارني، شنقول لكم من وأنا في سيزيام، من وأنا في سيزيام لدابا دونك هادي واقيلا 7 سنين ولا 8 سنين وأنا كنستخدم كارني. غزالها بزاف، ملقيت فيها حتى شي مشكل، ما كطيح شعر، ما كتحرق شعر، ما كدير حتى شي حاجه. المهم زوينه البنات. دونك هذه اللي خديت انايا، نحاول نوريكم هنايا كاينين لي كولور زعما من الى من الى من الى كيخرج بحال هكا، غادي يخرج بحال هكا شفتوا، يعني غير تفتح غير واحد شويه. وداكشي اللي بغيت انا، بغيت تسحري شويه باش تفتح بزاف. فبالنسبه للطريقه ما غاديش نبارطاجيها معكم، نوريكم غير لي زيتاب شويه بصح، لكن الطريقه بالضبط لان عرفتوا علاش، لان عادي غتصبغي شعرك كامل بهذا اللون. اما فاش كنت كندير الاومبري، الاومبري هو اللي كيتصبغ غير من هنا لتحت، من هنا لشعرك لتحت. فاش كان شعري قد هكا كنت كنصبغ من هنا لحد هنا، فهمتوا بالاومبري. دونك هذاك طريقه الاومبري خصني ندير بالدقيق، وكيفاش اولا فاش كنت كندير لي ميش هكا زغيبات 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 كنت كنصبغهم في الدار بوحديتي، كانت بامكاني نبارطاجي معكم الطريقه. المهم بلا ما نبقى نتفتف عليكم، نمشي نقادو اللعيبه ونديرو اللعيبه في الشعيبه ونشوفوها كاع تخرج. ليتس جو. شوفوا كيفاش كتولي الصباغه، كتولي بحال الخضرا، كتولي بحال عطر الخضر. كتميكستيها مزيان 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 مزيان. الحاجه اللي تنزيد انا على الصباغه ديما من عادتي كنزيدها اللي هي زيت ديال جونسون، ما تديريش بزاف بيان سور، ملي تندير انا شويه بعدا انا هادي كنزيدها، كانت مزيانه ما كانتش مزيانه ما بيهمني، لانني مولفه كنديرها زعما كتدير ليا اوكي. وكنخلطو عاوتاني مزيان مزيان الزيت شويه مع عندكم ديروا زيت البلديه منكم، ولا تمشي ديري شي زيت ما عرفت كي دايره، ديري زيت لافوكا اوكي، زيت الخروع ما تنضمنش، زيت لافوكا، زيت بحال هكا جونسون، بحال الزيوت زيت فاتيكا بحال هادشي، ما ديريش بزاف، كديري قطيره وصافي باش ما اوكي. دابا غادي نلبسو هذا الشيء، الحاتم ونلبسو لي غون ديالنا، وغادي نبداو بالكارثه اللي غادي ندير، خليكم معايا والناس مشيو فين. غادي نشطو شعرنا مزيان، ديما تنوريكم الطريقه ديما، غادي نشطو الشعر ديالنا مزيان مزيان ياكو، و غادي نلصيو على الفرقه ديال الشعر هكذا، ونبداو حتى حتى هاد الشيء شي مرايا تكون قريبه، و متنساش هاد النقاط هادو، و تبداي تخدمي. انا كنت من قبل كنت كنبدا بشعري القدام، مي دابا وليت كنبدا من تحت من هنايا، كنبدا من تحت شعري وعاد نجي لهاد الفوق هذا اوكي. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه.
مسحره. مهم داز نص ساعه خليتها في شعري. المهم انا كنخليها نص ساعه كل وحده وتشوف شحال باغا تخليها في شعرها. المشكل ديال البنات اللي فاش غسلت شعري وشفت في تروفي انه تغلق على اللي كان. انا بغيت نفتح واحد شويه شعري مي دابا فاش شفتو بحال هانتوما بحال زاد تغلق على اللي كان. ما عرفتش كنظن انه خاصو حتى وكان يتنشف عاد غيبان لنا لو ريزولطا. كنظن انا الشعر فاش كيتنشف عاد كيبان لا كولور. ويلي شنو هادشي؟ عاد كتبان لا كولور ديالو يعني الصحيحه. دونك نخلي شعري على ما نشوف ان شاء الله ومن بعد ملي نولي نوريكم لو ريزولطا كيفاش داير. واش سي فري كو خرج مغلوق بحال هكا اولا خرج مفتوح على اللي كان بواحد شويه. دونك حنا غادي نشوف. اللي انا مولفه كنصبغ به شعري ماشي كحل. مولفه كنصبغ بني غامق. هاد الخطره درت بني فاتح. هذا ما كان ما غيكونش تغير بزاف شعري. يا اما غيبقى كما هو يا اما غادي تفتح بواحد شويه. المهم ما عرفتش.